إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحباب، هذا هو شهركم أيها الأحبة الفضلاء، بقي منه القليل، أوشك على الانتهاء. شهر رمضان أيها الأحبة الفضلاء، شهر الصيام، شهر القيام، شهر التراويح، شهر الاعتكاف، شهر الزكوات، شهر الطاعات، شهر العبادة، شهر السعادة. نعم والله أيها الأحباب، هو شهر السعادة. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء، لأن السعادة لا يتحصل عليها الإنسان إلا من وراء العبادة. فإذا أردت السعادة أيها الأخي الكريم، فعليك بعبادة الله تبارك وتعالى، والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسعادة أيها الأحباب هي أنشودة الناشدين ومطلب الطالبين. نعم، ولا شك في ذلك أيها الأحبة الفضلاء. فهل السعادة أيها الأحباب في مال وفير وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ أبدا أيها الأحباب. فهل السعادة في منصب رفيع يتقلده الإنسان يترفع به على الناس فيصبحون له خدما وخولا؟ أبدا والله أيها الأحباب. فهل السعادة في صحة الجسم فلا يمرض الإنسان ولا يجوع ولا ييأس؟ أبدا أيها الأحبة الفضلاء. فهل السعادة في الأمن والسلامة من مكائد الناس وغوائلهم؟ أبدا والله أيها الأحباب. طلب السعادة أقوام في طرق مختلفة، ولكنهم لم يجنوا السعادة، بل جنوا التعاسة، جنوا الضنك، جنوا الشقاء. نعم والله أيها الأحباب. فهذا هو فرعون وقومه، ظن أن السعادة في الجاه، ظن أن السعادة في السلطان، فتشدق فرعون في قومه، سلطان بلا إيمان، طاعة أيها الأحباب مع الكفر. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء، فقد أطاعوه الناس وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، تشدق فرعون في القوم، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فأجرى المولى تبارك وتعالى الماء من فوق، أغرقه ليكون عبرة لمن يعتبر. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء، نسي فرعون أن الذي ملكه على مصر هو الله تبارك وتعالى، نسي فرعون أن الذي جمع له الناس ليصبح عليهم ملكا هو الله تبارك وتعالى، نسي فرعون أن الذي أطعمه وسقاه
حقه هو الله تبارك وتعالى، وجحد هذا المبدأ وقال يا قوم، وقال ما علمت لكم من إله غيري، تأله على الناس أيها الأحبة الفضلاء، فكان الجزاء، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هؤلاء الناس ظنوا أن السعادة في الجاه، ظنوا أن السعادة في السلطان، ولكن أخطأوا في ذلك أيها الأحباب. بعض الناس يظن أن السعادة في المال، هذا هو قارون أيها الأحباب، أعطاه المولى عز وجل كنوز كالتلال، ولكن ما اكتسب هذه الكنوز بفطنته ولا بذكائه ولا بحيلته ولا بكده ولا بتعبه، ولكن من الله تبارك وتعالى عليه بها. هذا هو قارون، لم يشكر نعمة المولى تبارك وتعالى في ماله، فخسفنا به وبداره الأرض، فلم يجني السعادة من المال. هذا هو قارون أيها الأحباب. بعضهم ظن أن السعادة في كثرة الولد، في كثرة الأتباع، في كثرة العشيرة. الوليد بن المغيرة أعطاه الله تبارك وتعالى 10 من الأولاد، كان يحضر بهم المحافل، 5 عن يمينه و5 عن شماله، بدلا من أن يتخذ عطية المولى تبارك وتعالى من الولد في طاعة الله عز وجل، اتخذها في الصد عن سبيل الله، إلا من رحم ربي. نعم والله أيها الأحباب، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا. نعم أيها الأحبة الفضلاء، فكان الجزاء. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. لم يجني الوليد بن المغيرة السعادة من وراء الأولاد، من وراء العزوة، من وراء كثرة الأتباع والعشيرة، إنما جنى الشقاء والتعاسة. هكذا أيها الأحباب، بعض الناس يظن أن السعادة تجلب من وراء معصية الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظن أنه يتحصل على السعادة من وراء كأس من الخمر، أو من وراء سجارة مخدرات، أو من وراء السهر على المقاهي وعلى البحور وما إلى ذلك من المعاصي. بعض الناس يظن أنه يتحصل على السعادة من وراء الفاحشة. بعض الناس يظن أنه يتحصل على السعادة من وراء سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. هذا إعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، لا يجلب لك أيها الأخ الكريم السعادة أبدا، بل يجلب لك الضنك، يجلب لك التعاسة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحبة الفضلاء، السعادة، السعادة هي مطلب الطالبين وأنشودة الناشدين، ولكن لا تتحصلوا عليها من وراء الجاه، ولا من وراء السلطان، ولا من وراء المال، ولا من وراء كثرة الأولاد والعزوة والأتباع والعشيرة، ولا من وراء الإعراض عن ذكر الله، ولا من وراء المعاصي، إنما تتحصلون عليها في العبادة. نعم والله، في الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، جنى السعادة يونس بن متى عليه وعلى نبيكم الصلاة والسلام، كان في بطن الحوت، كان في ظلمات 3، ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة قاع المحيطات، غاص به الحوت في قاع المحيطات. انظروا هذه الظروف الحالكة، أيشعر يونس بن متى بالسعادة أيها الأحباب بعدما ابتلعه الحوت في ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع المحيطات، ومع ذلك يشعر بالسعادة؟ قال ألا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. وجد السعادة في ذكر الله تبارك وتعالى، وجد السعادة في التوحيد، أن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم أيها الأحباب، وجد السعادة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف، ومع ذلك يجد السعادة في الغار في مطاردة الهجرة، قريش بأسرها تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أبا بكر احتمى النبي صلى الله عليه وسلم، هو والصديق في هذا الغار، أحاطت قريش بالغار إحاطة السوار بالمعصم، ووقفوا على باب الغار حتى رآهم أبا بكر الصديق، هلع أبو بكر وفزع من الموقف، قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن، هو سعيد بطاعة الله، لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. انظروا أيها الأحباب، العبادة والطاعة تجعلك تشعر بالسعادة، وينجيك المولى تبارك وتعالى من المهالك وأنت في أحلك الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطائف ليدعوهم لعبادة الله الواحد القهار، الطائف تبعد عن مكة 60 ميلا، ذهبها النبي على قدميه ذهابا وإيابا، ما مر على قرية في الطريق إلا ودعاها لعبادة الله الواحد القهار، ولكن للأسف لا يستجيب له أحدا، حتى وصل إلى الطائف تبعد 60 ميلا عن مكة، سارها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفة، ذهب إلى الطائف ودعاهم لعبادة الله الواحد القهار، شتموه وضربوه وأغروا به سفهاءهم وأغروا به غلمانهم وصبيانهم، حتى طردوه من الطائف ووقفوا له الغلمان والعبيد صماطين، يعني وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفين، والنبي يمر صلوات ربي وسلامه عليه بينهم، وهم يلقونه بالحجارة ويشتمونه ويضربونه، ويصبر صلى الله عليه وسلم. طردوه خارج الطائف حتى أبعدوه عن الطائف 3 أميال وأدموا قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فاحتمى من هؤلاء الصبيان، احتمى من العبيد في حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة، دخل بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، عندئذ رجعوا عنه الغلمان، رجعوا عنه العبيد، احتمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحديقة، وجلس إلى شجرة وأسند ظهره إليها، فبكى نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه لما ألم به من أذى، ورفع أكف الضراع إلى مولاه تبارك وتعالى، ودعا بدعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن سرعان ما تدارك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لا طاقة له بغضب الله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. فكان الجزاء أيها الأحباب، أسعده المولى تبارك وتعالى بعد هذه الرحلة برحلة الإسراء والمعراج ليسري عنه ويسعده. نعم والله أيها الأحباب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في القرب من الله
تبارك وتعالى، في عبادة الله تبارك وتعالى، في الطاعات، في دعاء المولى عز وجل. نعم أيها الأحباب، وجد السعادة أحمد بن حنبل رحمه الله لما جلده الجلاد وهو في السجن وهو يتمسك بمبدأ السنة والجماعة، حتى قال عنه الجلاد: والله إني جلدت الإمام جلدا لو جلده جمل لمات، لو جلده جمل لمات، ولكنه يجد السعادة. أحمد بن حنبل، ابن تيمية رحمه الله، يجد السعادة بعدما زج به السجان إلى غرفة مظلمة ضيقة وأغلق عليه أبوابا من الحديد، ولكنه يبتسم. ابن تيمية سعيد بما يحدث له، يجد السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى. بعدما زج به السجان في هذه الحجرة من الحديد المظلمة الضيقة وأغلق عليه الأبواب الحديدية، قرأ ابن تيمية ليسمع من خلف الجدران من السجانين، قرأ قول المولى عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا أيها الأحباب، حتى أرسل إليهم رسالة قال: اعلموا أن جنتي وبستاني في صدري أينما سرت سارت معي، اعلموا أن جنتي وبستاني في صدري أينما سرت سارت معي، اعلموا أن قتلي شهادة في سبيل الله، نفي خارج البلاد سياحة، وسجني خلوة مع ربي. أينما كانت الظروف لابن تيمية رحمه الله فهو في منتهى السعادة ويشعر بمنتهى السعادة. هكذا أيها الأحبة الفضلاء، إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يرقد على الأرصفة في شوارع بغداد لا يجد كسرة خبز يسد بها جوعته، ولكنه في منتهى السعادة، ويقول: والله والله أنا في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. نعم والله أيها الأحباب، السعادة لا يتحصل عليها من هذه الأشياء، لا يتحصل عليها بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بكثرة الأولاد والأتباع والعشيرة ولا بالمعاصي التي يرتكبها الإنسان هنا وهناك، ولكن تتحصل على السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى، في العبادة أيها الأحباب، في الامتثال الكامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل السعادة في أن تسكن القصور وتسكن الشقق الفارهة وتركب السيارات الفارهة؟ أبدا والله ما في هذا السعادة. السعادة ليست في الشقق الفارهة، وليست في القصور، وليست في الشاليهات، وليست في الفلل. انظروا أيها الأحباب، هارون الرشيد رحمه الله، هارون الرشيد بعدما تقلد الحكم أيها الأحبة الفضلاء، شارع في بناء قصر عظيم جدا على نهر دجلة، شرع في بناء قصر عظيم جدا على نهر دجلة، يعني قعد سنوات يعمر ويبني في هذا القصر. قالوا الرواة حتى أن نهر دجلة كان يدخل من شمال القصر يخرج من جنوبه. لكم أن تتخيلوا المساحة الهائلة لهذا القصر، قصر نهر دجلة يدخل من شماله يخرج من جنوبه، وكأن النهر بمثابة قناة صغيرة للمياه داخل هذا القصر. فما يكون حجم هذا القصر الشاهق المنيف؟ شيده في سنوات طويلة، جعل يعده في سنوات عظيمة، بنى وشيد الحدائق حول النهر داخل القصر سنوات طويلة. بعدما اكتمل بناء القصر أقام مأدبة وحفلة لافتتاح القصر، وأمر بالستور أن ترفع ويستقبل الأمراء والملوك والشعراء ليهنئونه بهذا القصر الشاهق المنيف. ولكن دخل عليه أبا العتاهية، هنأه بهذا القصر. أبو العتاهية الشاعر المعروف قال له: يا أمير، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. كأنه أعجب هارون الرشيد بهذا البيت من الشعر من أبي العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يعني عش يا أمير المؤمنين سالما
هنيئا في ظل هذا القصر الشاهق المنيف. أعجب هارون الرشيد بهذا المديح، فقال لأبي العتاهية: زد يا أبا العتاهية. قال أبو العتاهية: يجري عليك بما أردت من الغدو مع البكور، يعني الغلمان والجواري يأتونك صباحا ومساء بما أردت من ألذ وأطعم الأشياء وما اشتهيت في دنياك. يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: زد يا أبا العتاهية. قال: يجري عليك بما أردت من الغدو مع البكور. قال: زد يا أبا العتاهية. فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال هارون الرشيد: أعد يا أبا العتاهية، أعد يا أبا العتاهية. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يعني إذا النفوس تغرغرت سكرات الموت، حيث لا ينفع الطبيب، حيث لا ينفع الطبيب في هذه اللحظة، تعلم أنك كنت تلهو كالصبيان. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال: أعد الثالثة يا أبا العتاهية. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وإذا بهارون الرشيد يخر مغشيا عليه من هول البيتين بعدما أفاق. أمر بالستور أن تنزل، وأمر بالقصر أن يهدم، وقال: احملوني إلى قصري القديم. قعد في بيته القديم. يقول الرواه: ما لبث إلا شهر ثم مات هارون الرشيد. هذا هو هارون الرشيد الذي كان يحج عام ويغزو عام، الذي كان يصلي 100 ركعة في اليوم نافلة. ما نفعه هذا القصر الشاهق المنيف؟ فهل تنفعك أيها الأخ الكريم هذه الشقة الحقيرة؟ لا والله ما تنفعك. هل تنفعك هذه السيارة الحقيرة؟ ما تنفعك ولا تجلب لك سعادة أبدا أيها الأحباب. هكذا أيها الأحبة الفضلاء، السعادة في العبادة أيها الأحبة الفضلاء. وهذا هو شهر العبادة، اغتنموا هذه الأيام الباقية. فإن كان منكم مفرط فيما بقى فليمسك على ما بقي من الشهر أيها الأحبة الفضلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الأحباب، فيقول المولى تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الأحبة الفضلاء، يعيش المسلم طوال حياته يتحرى هذه الليلة. نعم والله يتحراها، ومنهم من يعيش طوال العام يتحرى هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 والـ7 والـ5، يقصد الليالي الوترية من 10 الأخيرة من رمضان، هذه الأيام التي نعيشها الآن. فتحروا أيها الأحبة الفضلاء هذه الليلة المباركة. من حديث أبي بن كعب لما قالوا له: يا أبي، إن ابن مسعود يقول: من أقام السنة كلها أصاب ليلة القدر. يعني يقولون لأبي بن كعب: إن ابن مسعود يقول: من أقام السنة كلها أصاب ليلة القدر. فقال أبي بن كعب: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان. والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان. يحلف ما يستثني ويقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة
صبيحة 27. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء، هذه هي ليلة القدر، التمسوها في الوتر الأخير من العشر الأواخر من رمضان. نعم الليالي الوترية في العشر الأخيرة من رمضان غلبت الظن أن فيها ليلة القدر. أيها الأحبة الفضلاء، بعض المتأخرين استدلوا على أنها ليلة 27، يعني استدلوا ببعض الأشياء، قالوا أن كلمة ليلة القدر عدد أحرفها 9 حروف، وكررها المولى تبارك وتعالى في هذه السورة 3 مرات، إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، عدد أحرفها 9، وكررت في السورة 3 مرات، فضربوا 3 × 9 = 27، فاستدلوا على أنها ليلة صبيحة 27. ومنهم من قال أن سورة القدر عدد كلمات هذه السورة 30 كلمة بعدد أيام الشهر، وكلمة هي رقم 27، سلام هي حتى مطلع الفجر. قالوا أن كلمة هي رقمها في الصورة رقم الكلمة 27، فاستدلوا على أنها قد تكون ليلة 27. ولكن ابن عطية قال كلام مليح في ذلك، قال إن هذه الاستدلالات إنما من ملح الكلام لا من متين العلم، إنها من ملح الكلام لا من متين العلم، لعلها خواطر للعلماء جميلة. ولكن أيها الأحباب، هي بالجملة فهي غالبا ما تكون في الليالي الوترية من العشر الأخيرة من رمضان، وغلبت الظن أنها تكون في ليلة 27، ليلة خير من 1000 شهر. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء، هذه الليلة خير من 1000 شهر، من أحياها عبادة لله تبارك وتعالى فكأنه تعبد للمولى تبارك وتعالى 83 عاما. انظروا فضل هذه الليلة، لو تعبدها الإنسان وأقام فيها وصلى فيها القيام وتهجد ودعا وذكر المولى تبارك وتعالى كثيرا، فكأنه تعبد 83 عاما تقريبا. يقول مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء من ذلك، فكأنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، حيث أنهم لا يبلغون بالعمل ما يبلغه غيرهم في طول العمر، فأعطي ليلة القدر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وموسى آتاه ملك الموت وهو عنده 120 عاما، وأمة محمد أعمارها متوسط بين 60 و70، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، يعني قال أو ظن أن أعمار أمتي قصيرة، فإنهم لا يبلغوا من العمل ما بلغه غيرهم من الأمم في طول الأعمار أو في طول العمر، فمن المولى تبارك وتعالى عليه بهذه الليلة، ليلة القدر أعطيت لأمة محمد، من أقامها كأنه أقام 83 عاما لله تبارك وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أيها الأحبة الفضلاء، إن الملوك والأمراء والسادات لا يحب أن يزورهم الناس، أو ولا يحب أن يدخل بيوتهم الناس إلا بعدما يزينوا البيوت بأحسن الفرش وأحسن اللبس، ويعني يلبسوا عبيدهم أحسن الملابس ويدججونهم بأحدث الأسلحة حتى يتباهوا أمام الزوار. فهذا هو ربكم تبارك وتعالى يأمر الملائكة في هذه الليلة، بعدما زينوا عباد المولى تبارك وتعالى، زينوا أنفسهم بالطاعات، زينوا أنفسهم بالصيام، زينوا أنفسهم بالقيام، زينوا أنفسهم بقراءة القرآن والدعاء، يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة في هذه الليلة أن تنزل على الأرض وتنظر عباد الله تبارك وتعالى بعدما زينوا المساجد بالقرآن
القناديل والمصابيح، وأحيوا الليل عبادة لله تبارك وتعالى ما بين صلاة وقيام ودعاء وركوع وسجود. يقول المولى تبارك وتعالى أو يقول الرب عز وجل للملائكة: لقد طعنتم في بني آدم لما قلت لكم إني جاعل في الأرض خليفة، قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. انزلوا الآن وانظروا إلى بني آدم ستروهم قياما ركعا سجدا حتى تعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. هكذا أيها الأحباب، افرحوا أيها الأحبة الفضلاء، إن ربكم تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة في هذه الليلة، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، أروا مولاكم من أنفسكم خيرا. جدوا في العبادة، جدوا في المسألة أيها الأحبة الفضلاء، فيا ليلة القدر للناس اشهدي، ويا أقدام القانتين اركعي واسجدي، ويا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، ويا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. احيوا هذه الليلة أيها الأحبة الفضلاء بكثرة الصلاة وكثرة الدعاء وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. نعم والله أيها الأحباب، وعليكم بالإكثار من الدعاء، لأن سفيان الثوري يقول في هذه الليلة، ليلة القدر يعني، الدعاء أحب إلي من الصلاة، وإن جمع بين الصلاة والدعاء والذكر فهذا حسن أيها الأحبة الفضلاء. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فأكثروا من هذا الدعاء في هذه الليلة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعم والله أيها الأحبة الفضلاء. ومطرف أبو عبد الله كان له دعاء جميل يقول: اللهم ارض عنا وإن لم ترض عنا فاعف عنا. هذا دعاء جميل أيها الأحباب. واعلموا أيها الأحبة الفضلاء أنكم تدعون المولى تبارك وتعالى، تدعون رب السماوات والأرض، تدعون من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تدعون قاضي الحاجات، تدعون الذي إذا دعوتموه بأي دعاء أجابكم مولاكم تبارك وتعالى، تدعون الغني، تدعون الكريم، تدعون الحليم. أبو غياث الزاهد أيها الأحباب، أبو غياث الزاهد كان يسكن مقابر بخارى، وأتى من مقابر بخارى إلى المدينة ليزور أخا له في الله، فمر بقصر الأمير أحمد ابن طولون، فوجد من باب القصر يخرج غلمان الأمير والمغنيون أو المغنون ومعهم آلات المعازف والطرب واللهو، فوقف أبو غياث الزاهد وحدث نفسه وقال: يا نفسي، يا نفسي، إن نهيتي ففيه تلفك، وإن سكتت فأنت شريك. انظروا وهو يحدث نفسه أيها الأحباب: إن نهيت عن هذا المنكر وحملت العصا ضربا على هؤلاء الناس الذين يمسكون المعازف وآلات اللهو والطرب، هؤلاء ضيوف السلطان، فلربما أمر برأسي. فيحدث نفسه يقول: يا نفسي، إن نهيت ففيه تلفك، لو نهيت عن هذا المنكر فيه تلفك يا نفس، وإن سكتي فأنت شريك. فرفع رأسه إلى السماء واستعان بالله تبارك وتعالى وحمل عصاته ونهى عن هذا المنكر وضرب من يمسكون آلات اللهو والطرب والمعازف، فانهزموا وولوا مدبرين ودخلوا قصر السلطان مرة ثانية وهو وراءهم، فأمسكوا به بطارقة السلطان ورفعوه إلى الأمير. فاستعجب الأمير: من يتطاول على ضيوفي وغلماني؟ من يتطاول على خدامي؟ فلما رفعوه إليه نظر إليه الأمير، نظر إلى أبو غياث الزاهد وقال له باستحقار: أما علمت يا رجل، أما علمت يا رجل أن من خرج على السلطان يتغذى في السجن؟ أنت مش عارف أن اللي بيخرج على السلطان يتغذى في السجن؟ فقال له أبو غياث الزاهد: أما علمت أنت إن من خرج على الرحمن يتعشى في النيران؟
أما علمت أنت أن من خرج على الرحمن يتعشى في النيران؟ فأعجب الرجل بهذه الكلمات ولكنه اغتاظ، فقال له: من ولاك الحسبة؟ أنت تحتسب تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، من ولاك هذه الحسبة؟ قال: ولاني الحسبة الذي ولاك الإمارة. قال: ولاني الإمارة الخليفة. قال له: وأنا ولاني الحسبة رب الخليفة. وأنا ولاني الحسبة رب الخليفة. فأعجب الأمير بجوابات هذا الرجل، فقال له: وليتك الحسبة بسمرقند، يعني جعلتك أمير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة سمرقند. قال له: وليتك الحسبة بسمرقند. قال له: وأنا عزلت نفسي عنها. قال: ويحك يا رجل، تحتسب حيث لا تؤمر وتمتنع حيث تؤمر؟ قال له: لأنك إذا وليتني عزلتني، ولكن إذا ولاني ربي لم يعزلني أحد. ولكن إذا ولاني ربي لم يعزلني أحد. فأعجب الأمير بجوابات هذا الزاهد، فقال له: سل حاجة، سل حاجة، أقدم لك خدمة، أنا السلطان، سل حاجة. قال: أسألك أن ترد علي يا شبابي. قال: إن هذه ليست لي، سل أخرى. قال: أسألك أن تكتب إلى خازن ألا يعذبني في النار، تكتب إلى مالك خازن جهنم ألا يعذبني في النار. قال: إن هذه ليست لي، سل أخرى. قال: أسألك أن تدخلني الجنة. قال: إن هذه ليست لي. قال له: إذن فأنا مع الرب الذي يملك قضاء الحوائج كلها. فعفى عنه الملك. الشاهد من الكلام أيها الأحباب أنكم في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي تتحروها طوال هذا الشهر الكريم، تدعون ربكم تبارك وتعالى، تعلمون أنكم تدعون الإله الغني الكريم الذي إذا سأله سائل أي مسألة أعطاه، تدعون الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو أكرم الأكرمين. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، كما نسأله عز وجل أن لا يحرمنا أجرها. نعم والله أيها الأحباب، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الملاعين. اللهم اهلك اليهود ومن هاودهم، واهلك الأمريكان ومن حالفهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق، وانصر إخواننا المسلمين في أفغانستان، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.